في حاجة جديدة يا محسن؟ أيوة، هيسألوكي تاني في النيابة. اتمسكي باللي قلتيه في محضر البوليس. لكن تفتكر التهمة هتثبت على رؤية؟ دي ثبتت خلاص، كل الشهود ضدها. أنا موهومة أوي يا محسن. موهومة ده إيه؟ ما تخلي قلبك جامد أمال، إحنا خلاص نفدنا. بس الاحتياط واجب للنهاية. بلاش كلام في التليفونات، بلاش مقابلات، لحسن بعدين نكون مراقبين.